حسب اعتقادي هناك بعض الملفات التي يجب أن يعرضها الطرف الكردستاني لحكومة المركز في بغداد، ألا وهو الملف النفطي. لحد الآن لا زال هناك شوائب وكذلك غموض عليها ما بين الإقليم وما بين الحكومة المركزية، وكذلك ملف الحدود بموانئها وكذلك مطارات وكل ما يتعلق بهذا الأمر، ومسألة موازنة البيشمركة التي صادقت عليها حكومة المركز قبل عامين ولم تصرف لحد الآن دينارا واحدا للبيشمركة، والتي يعتبرونها أيضا من جزء من المنظومة الأمنية للحكومة العراقية، وملفات أخرى عالقة لا يوجد مثل ملف مادة 140 والمناطق المتنازعة عليها. كل هذه الملفات لا زالت عالقة ما بين حكومة الإقليم وما بين حكومة المركز، فلذلك تعرض على الجانبين ويجب أن يكون هناك تفاهم ما دكتور بين إدريس. الطرفين. بخصوص ملف الموازنة، إلى أين وصل الطرفان؟ دكتور إدريس، الطرفان الإقليم كردستان مستعد استعدادا كاملا لحل هذه المشاكل العالقة ما بينه وما بين حكومة المركز، ولكن حكومة المركز رغم تعندها حاليا ورغم كونها التي يدعي نفسها بأنها قد فازت من خلال الحرب على أقليم كردستان وترفض شروطها القاسية على أقليم كردستان، لأن ليس لديها مبدأ النية الصافية لكي تقوم بحل هذه المشاكل العالقة مع حكومة أقليم كردستان، رغم النية الصافية لحكومة أقليم كردستان ووفد حكومة أقليم كردستان وكل ما يتعلق بهذا الأمر. فيجب أن يكون الجانب الثاني الذي هو حكومة المركز أن يبدي نية صافية لكشف هذه الملفات وكذلك معالجة هذه الملفات، حتى يكون هناك ليس هناك أي ملف عالق ما بين إقليم كردستان وكذلك ما بين حكومة المركز، وأن يعيش الشعبين مع بعضهم البعض بأمان وحرية تامة. يعني بخصوص المطارات والمعابر الحدودية، هل فعلا تم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية؟ لحد الآن فعليا لم يتم تسليمها، وإنما هناك لجان فنية ما بين حكومة أقليم كردستان وحكومة المركز قد تشرف على هذه الأمور. هناك لجان فنية قد أشرفت على الموانئ الحدودية مثل إبراهيم خليل وكذلك فرويس خان وفاشماغ وكل ما يتعلق بهذا الأمر، لأن المسائل الفنية عندما تنفذ هناك لجان أخرى قد تدقق الأمور، وكذلك قد يشرف من قبل الحكومة المركزية أو أن الموظفين التابعين لحكومة الإقليم كردستان سوف يأتون إلى حكومة المركز، أو أن رواتبهم سوف تصرف من قبل حكومة المركز ويشركون على هذه الأمور سواء كان مالية أمنية أو داخلية وكل ما يتعلق بهذا الأمر. دكتور إدريس، يعني قالت حكومة الإقليم بأن الأضرار المادية الناتجة عن إغلاق المعابر وصلت إلى الحدودية مع إيران، بالطبع وصلت إلى 2.5 مليار دولار، وهذا الرقم كبير جدا. حسب اعتقادي إغلاق الموانئ الحدودية ما بين إقليم كردستان وكذلك حكومة تركيا وحكومة إيران، هذا كان دليل العلاقات الغير الملائمة السياسية ما بين إقليم كردستان وما بين الحكومة العراقية، وذلك اعتمادا على أن إقليم كردستان قد ادعى بأنها سوف تؤدي إلى استقرار مصيرها وكذلك الفيدرالية وكل ما يتعلق بهذا الأمر. ليس أقليم كردستان هي الذي قد بادرت بإغلاق الموانئ، وإنما الدول المجاورة سواء كانت تركيا وإيران هي الذي قد بادرت بإغلاق موانئها. فهذه الخسائر التي قد تعرض إليها أقليم كردستان كانت أكثر مما يتعرض إليها حكومة المركز وكذلك حكومة إيران والحكومات الأخرى. لماذا؟ لأن المنفذ الرئيسي للتجارة ما بين العراق وكذلك ما بين إيران هو أقليم كردستان، وما بين العراق وتركيا أيضا أقليم كردستان. ففي حالة عدم مرور هذه البضائع سواء كانت تجارية أو كل ما يتعلق بهذا الأمر سوف يتضرر الحكومة العراقية اضطرارا كاملا. هذا الرقم حسب اعتقادي رقم كبير، ولكن الخلافات السياسية ما بين هذين الطرفين قد أدى إلى أن يكون حجم الخسائر كبيرة، وقد يتعرض لها الموازنة العراقية بشكل كبير. نعم، هل لدى الإقليم مصادر للتمويل ذاته، يعني إن لم يصل إلى أي اتفاق مع المركز؟
حسب اعتقادي اقليم كردستان لديها مصادر النفط وكذلك القطاعات الاقتصادية التي قد باشرت بها، سواء كان القطاع الزراعي وكذلك السياحي، رغم الخطة الخمسية التي قد لقاها حكومة اقليم كردستان في السنوات السابقة، بالرغم من القطاع الزراعي الذي قد يكون منتجات حكومة اقليم كردستان قد يكفي للاكتفاء الذاتي بنسبة 50 الى 60% للاسواق المحلية وكذلك استهلاك المحلي والقطاع الصناعي ايضا. فلذلك عندما لم يكن هناك اي اتفاق ونية صافية ما بين حكومة المركز وحكومة اقليم كردستان، فسوف يؤدي حكومة اقليم كردستان الاعتماد على نفسها، وذلك اعتمادا على مبدأ تخفيض النفقات وزيادة مصادر الايرادات من خلال تنويع مصادر الايراد، وليس الاعتماد فقط على مصدر النفط الذي قد اعتمدها حكومة العراق.